الفتوى منظمة الفتح التي رأسها ياسر عرفات اتفقت مع اليهود على صلح معين، وكثر السائلون من أبناء فلسطين وغيرهم يسألون عن هذا الأمر، فقلنا لهم إنه لا مانع من الصلح إذا رأى المسؤولون في منظمة الفتح إذا رأوا أن هذا أصلح لهم وأسلم من قتل أولادهم وإيذائهم، سواء كان مؤقتا بسنوات معدودة أو مطلقا غير مؤقت، حتى يعطيهم الله القوة وحتى يستطيعوا أن يخلصوا بقية أرضهم. وبينا في الفتوى الأدلة في ذلك، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح بعض المشركين صلحا مؤقتا، وصالح بعضهم صلحا مطلقا غير مؤقتا. فصالح أهل مكة لما اشتد أذاه ومنعوه من زيارة البيت بعد الهجرة، ومنعوه من العمرة في سنة 6 من الهجرة، صالحهم على وضع الحرم 10 سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض من القتال والأذى، وصالحوا صلحا فيه غضارة على المسلمين، لكن تقبله النبي للمصلحة العامة حتى يأمن الناس وحتى يهاجر الناس من المدينة وحتى يتعلم الدين ويتفقه. وإما شرطوا عليه أن من جاء من المسلمين إلى المدينة مهاجرا مسلما فأنه يرد إليه، فوافق على الشرط، قال من جاءنا منهم نرده وسيجعل الله له فرجا ورحمة. وصالحوا على أنه ما يقول محمد رسول الله بل يقول محمد بن عبد الله، فوافق على ذلك محمد بن عبد الله، هذا ما صالح محمد بن عبد الله أهل مكة، وعلى أن يقول باسمك اللهم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه يقول ما نعرف الرحمن كذبا وزورا، هم يعرفون الرحمن، فصالحهم على ذلك باسمك اللهم للمصلحة العامة. وصالح قبائل من العرب صلحا مطلقا حتى يكفوا شرهم عن الناس، وصالح اليهود في المدينة صلحا مطلقا لما قدمها حتى يأمن المسلمون من شره، وأنزل الله في هذا المعنى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فإن كفار فجنح لها السلم الصلح، وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله، لأن الصلح قد يترتب عليه مصالح كثيرة، قد يسلم الكفار قد يهديهم الله. فاستنكر ذلك بعض الناس من مصر وغير مصر جهلا منها قلة بصيرة، ورأوا أن بقى فلسطين يقتلون في فلسطين وتشبثون مع اليهود الحجارة وغير الحجارة فتقتلهم اليهود ويسجنونهم، أن هذا أولى من الصلح، وهذا من الجهل، فإن صلحا يمكنهم أداء دينهم وفرائض دينهم ويكفهم من أذى اليهود وقتل اليهود وسجنهم خير لهم من الحالة التي عليها من حوالي 50 سنة وهم مع اليهود على هذه الحالة في قتال وسجون طويلة بأسباب صبي يتعرض لليهود بحجر أو بقنبلة يرميها على سيارات الله أو غيرها.